الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاءات سابقة تعرفنا على تقسيم الهيدروكربونات، وكان أول هذا التقسيم الهيدروكربونات الألفاتية المشبعة. وضمن هذه الهيدروكربونات الألفاتية المشبعة كان الميثان، واليوم هنتكلم عن الميثان على أنه أول السلسلة الألكانات وأبسط المركبات العضوية، هو أصغر مركب عضوي موجود، لأنه بيحتوي على ذرة كربون واحدة وأربع ذرات هيدروجين. وإحنا اتفقنا أن المركبات العضوية لابد أن تحتوي على ذرة كربون، هو بيحتوي على ذرة كربون واحدة، ولذلك فهو أصغر مركب عضوي موجود في عائلة الألكانات أو في موجود في عائلة المركبات العضوية عامة. طيب، تواجد الميثان، أين يوجد الميثان أو إزاي نحصل على الميثان؟ وبالمناسبة يعني قد يكون أغلبنا لا يعلم أنه يستخدم الميثان تقريبا يوميا، يستخدم الميثان في البيت، إلا أننا أغلبنا ما يعرفش هذا الكلام. الميثان بيتواجد في أربع مناطق، أو المكان الأول اللي بيوجد فيه الميثان هي آبار الغاز الطبيعي، لأنه بيوجد على هيئة غاز طبيعي، والميثان يمثل 90% من آبار الغاز الطبيعي. أيضا يوجد في المستنقعات، طبعا كلنا نعرف يعني إيه مستنقع، والمستنقعات بيوجد بها هذا الغاز، وعشان كده بيطلق عليه غاز المستنقعات. ونلاحظ لو احنا يعني شفنا في المستنقع ما تلاقي فيه فقاقيع بتخرج من هذا المستنقع، لانه بيخرج منه الميثان نتيجة تحلل المواد العضوية الموجودة في المستنقع. يعني المواد العضوية دي عبارة عن ايه؟ المواد العضوية دي منها مواد عدد ذرات الكربون فيها كبير جدا، عدد كبير ممكن يصل الى 100 واكثر واكثر. تحلل هذه المركبات العضوية إلى مركبات عضوية أصغر تحتوي على ذرات كربون أصغر، ومن ضمنهم الميثان، عشان كده الميثان بيوجد في المستنقعات. وخلي بالكم كويس قوي، لأنه بيطلق عليه غاز المستنقعات، عشان كده بقولك ليه أو ما هو الغاز الذي يطلق عليه غاز المستنقعات. أيضا يوجد في خام البترول، البترول يوجد في ميثان، يعني في أثناء تكرير البترول بيخرج الميثان. يوجد في مناجم الفحم، علشان كده بنلاحظ بعض المناجم بيحدث فيها حرائق نتيجة اشتعال هذا الغاز، يعني نتيجة شرارة معينة، نتيجة احتكاك محد معين بيحدث احتراق ويشتعل هذا الغاز بكمية كبيرة داخل المنجم، عشان كده بنقول تتعرض مناجم الفحم للانفجار بسبب اشتعال هذا الغاز. يبقى احنا تعرفنا الآن على أربع روافد لحصول على غاز الميثان، هي الغاز الطبيعي وهو يمثل تقريبا 90% وأكثر من 90%، في المستنقعات، موجود مع خام البترول، موجود في مناجم الفحم. عظيم. هل بقى نقدر نحضر الميثان في المعمل؟ ممكن تحضيره في المعمل، ممكن نحضر غاز الميثان في المعمل، وبطريقة بتجربة ظريفة جدا. ولما دايما نتكلم على تجربة زي ما قلنا قبل كده في الكشف عن الكربون والهيدروجين في المركب العضوي، قلنا لما حد يذكر كلمة تجربة فلا بد أن هذه التجربة يصاحبها أدوات، لازم يكون في أدوات للتجربة. ما هي أدوات التجربة في تحضير الميثان؟ ذهب بنزن، حامل مختبر ومعاه المشبك بتاعه، أنبوبة احتراق جافة، خلي بالك جافة يعني إيه، وهنتكلم عن موضوع الجافة دي، وكلمنا عليها على فكرة في الكشف عن الكربون والهيدروجين، وكون بتكون بتتحمل الحرارة العالية، أنبوبة التوصيل ملتوية،
انبوبه ملتويه اللي هي بتوصل من مكان الى مكان. مخبار، والمخبار ده بيبقى يعني بيملا مثلا ميه ويقلب داخل مكان، داخل يعني حوض به ماء ايضا، سداده في الليل حوض به ماء، والمخبار ده بيبقى مقلوب داخل الحوض. ايه هي بقى الكيماويات؟ يبقى الادوات لازم اعرف ايه ادوات هذه التجربه، وهي بقى ادوات بسيطه ومعروفه: الذهب، الحامل، انبوبه الاحتراق، انبوبه التوصيل، المخبار، سداده الفليل طبعا عشان اسد الانبوبه اللي انا بستخدمها، الحوض اللي بيه ميه. الكيماويات بقى اللي انا بستخدمها، هستخدم اسيدات صوديوم لا مائيه، وهنعرف ايه هي اسيدات الصوديوم اللامائيه، وجير صودي، وبرضه هنعرف ايه هو الجير الصودي. يبقى اذا التجربه لها ادوات، لها كيماويات، لازم تبقى عارف كده كويس قوي. عظيم جدا. الميثان يحضر بالتقطير الجاف لملح اسيتات الصوديوم اللامائي. تقطير الاول واحده واحده. يحضر الميثان بالتقطير الجاف. يعني ايه تقطير جاف؟ تقطير يعني فصل، نفصل اشياء. فاكرين لما قلنا تقطير البترول بيفصل الغازات اللي هي درجة غليانها منخفضة أولا، ثم الغازات الأعلى في درجة الغليان، ثم الأعلى، ثم وهكذا حتى أصل إلى القار. بس إيه بقى الجاف؟ كلمة جاف دي مهمة أوي. يعني أنت لما تيجي تشتغل وحد يقول لك استخدم أنبوبة جافة، يعني اوعى يكون فيها مية، لانه جاف يعني بدون ماء. طيب لما استخدم تجربه وباسخن في انبوبه جافه، برضو جافه طبعا لان انا هستخدم تقطير جاف، هل اسيتات الصوديوم تبقى فيها ميه؟ مستحيل، لازم يكون لا مائيه، يعني لا يوجد بها ماء. يبقى الشيء التقطير الجاف او اي تفاعل جاف لابد أن أستخدم مواد لا تحتوي على ماء وفي أنبوبة جافة تماما. طيب يبقى التقطير الجاف، هل هستخدم أسيتات الصوديوم لوحدها؟ لا، ده أنا بضيف عليها مركب اسمه الجير الصودي، وإحنا هنفسر كمان شوية إيه هو الجير الصودي ده. الجير الصودي ده خليط من الصودا الكاوية اللي هي NaOH اللي هي هيدروكسيد الصوديوم، والجير الحي. يبقى اسمه ايه بقى؟ جير صودي، من كلمة جير من الحي، من الجير الحي، والصودا من الصودا، والصودي من الصودا الكوي. يبقى الجير الحي اللي هو الأكسيد الكالسيوم، وهذا أكسيد الكالسيوم اللي أنا بستخدمه اللي هو الجير الحي لا يدخل في التفاعل، ولكن بستخدمه لكي يخفض درجة انصهار الخليط. يعني ملوش شغلانة في التفاعل إلا أنه يخفض درجة الانصهار، لأنه بدل ما سخن عند مثلا 1000 درجة، لا سخن عند 400 أو 600 أو 500، فبيقلل درجة الانصهار، يبقى عامل مساعد يعني. عظيم. ايه الكيماويات المستخدمه؟ هنشرحهم بقى الكلام ده بالتفصيل، الكلام ده هنقوله بالتفصيل. اسيتات صوديوم لا مائي، الجير الصودي. ايه هي اسيتات الصوديوم بقى؟ حد عارف يا شباب؟ اسيتات صوديوم، اسيتات، حد سمع عن الاسيتيك؟ حمض الاسيتيك طبعا، ده حمض الاسيتيك مشهور جدا، احنا اتكلمنا عنه قبل كده على فكره. حمض الأسيتيك في مجموعتين يا جماعة، في مجموعة اللي هي عليها المستطيل الأصفر اسمها مجموعة إيه بقى؟ مجموعة كربوكسيل، دي اسمها مجموعة كربوكسيل، والمجموعة دي اسمها مجموعة الميثايل. يبقى حمض الأسيتيك يشمل مجموعتين، مجموعة الميثايل ومجموعة الكربوكسيل. وخلي بالنا مجموعة الكربوكسيل أيضا فيها مجموعتين، بس مش يعني مش مجالنا دلوقتي، هنشوفها في الأحماض.
يبقى ده حمض يطلق عليه حمض كربوكسيلي. ليه يطلق عليه حمض كربوكسيلي؟ لأن به مجموعة كربوكسيل. طب وحاجة كمان، وحاد الكربوكسيل، يعني في مجموعة كربوكسيل واحدة. نقول تاني، حمض الخليك أو حمض الأسيتيك، وله اسم طبعا تبع النظام الأيوباك، هنبقى نعرفه في وقته عند دراستنا للأحماض الكربوكسيلية. حمض كربوكسيلي لأنه يحتوي على مجموعة كربوكسيل، وفي مجموعة كربوكسيل واحدة، يبقى أحادي الكربوكسيل. هل في أحماض ثنائية الكربوكسيل؟ فيه، وفي ثلاثية الكربوكسيل، لكن إحنا الآن بنتكلم عن حمض الأسيتيك الذي به مجموعة كربوكسيل واحدة وفي مجموعة ميثايل. ده حمض الأسيتيك. في إيه الحمض ده؟ مجموعة الكربوكسيل دي فيها إيه؟ فيها كربون وأكسجينتين وذرة هيدروجين. ذرة الهيدروجين دي بيسموها هيدروجين البدول بتاع الحمض. يعني ايه بدول؟ يعني ممكن يخرج من الحمض ويحل محله حاجة تانية. بدول يعني ممكن يستبدل. لو خرج يعطي هذه المجموعة، لما يخرج الهيدروجين ده تنتج هذه المجموعة، وطبعا يبقى عليها شحنة سالبة، لانه الهيدروجين خرج بشحنة موجبة، بروتون، خرج على هيئته بروتون. يبقى إذن يتبقى الأنيون بتاع الأسيتات، عشان كده سموه إيه بقى؟ ها؟ خرج الهيدروجين ما بقاش حمض، بقى أيون، اسمه أيون الأسيتات، أنيون، لأن الأيون ده يشمل كاتايون وأنيون، فده بيسموه أنيون الأسيتات. يبقى ده اسمه أسيتات، ويطلق عليها مجموعة الأسيتات. طيب لو حل محل الهيدروجين ده بقى ميتال، يعني معدن، يعني زي الصوديوم، زي البوتاسيوم، زي الكالسيوم، زي أي عنصر، يعني بيحل محله يعطي الملح لهذا الحمض. يبقى الصوديوم حل محل الهيدروجين فعطى ملح الصوديوم لهذا الحمض، اسمه الملح الصوديومي لحمض الأسيتيك، بس له اسم مختصر. بدل ما أقول الملح الصوديومي لحمض الأسيتيك، دي اسمها إيه المجموعة؟ أسيتات. والصوديوم اللي دخل ده إيه؟ صوديوم، يبقى اسمها أسيتات إيه؟ برافو، أسيتات الصوديوم، يبقى أسميه أسيتات الصوديوم. طيب ليه لا مائية بقى؟ لماذا كلمة لا مائية؟ لا يوجد به ماء. لو وجد به ماء أقول أسيتات صوديوم مائية، لكن طالما CH3COONA فقط بدون ماء أقول أسيتات صوديوم لا مائية. كده عرفنا دلوقتي أسيتات الصوديوم جت منين، صح يا علي؟ عظيم. طيب مين تاني؟ الجير الصودي. الجير، كلمة الجير الصودي، وكلمة الجير الصودي يشمل مركبين. ايه هما؟ تعالوا كده نشوف. الجير الحي مع الصودا الكوية. الجير الصودي، جير، خد كلمة جير من الجير الحي، والصودا من الكوية، من الصودا الكوية اقول الجير الصودي، عشان اصف الجير يبقى جير صودي. يبقى اذا انا قسمت كلمة الجير الحي لكلمتين، الجير، وخدت الصودا من كلمة الصودا الكوية، بسموه الجير الصودي. مين هو الجير الحي؟ احنا خدناه قبل كده، فاكرين؟ اللي هو ايه؟ اكسيد الكالسيوم. طب والصودا الكوية؟ ده طبعا اسم عام، الصودا الكوية دي اللي هي هيدروكسيد الصوديوم. طبعا عندنا عارفين رموزهم، الصيغ الكيميائية لهم، الجير الصودي خليط من هيدروكسيد الصوديوم واكسيد الكالسيوم، مخلوط. اكسيد الكالسيوم اللي هو ايه؟ CaO. هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH. عرفنا دلوقتي يا شباب ايه هو الجير الصودي وايه هو اسيتات صوديوم اللامائيه. يا رب نكون فاهمينها، لان الكلام ده مهم ولازم تكون فاهم وعارف. يبقى مين اللي بيتفاعل مع اسيتات الصوديوم بقى عشان يعطيني الميثان؟
الكالسيوم اوكسيد اكسيد الكالسيوم ولا هيدروكسيد الصوديوم ولا الاثنين؟ طبعا هيدروكسيد الصوديوم فقط، لكن الكالسيوم اكسيد الكالسيوم ده اللي هو الجيل الحي ده عامل مساعد بيعمل على خفض درجة الانصهار ولا يدخل في التفاعل. هل فاكرين لما قلنا مع طالما بنقول تجربة يبقى في أدوات وفي كيماويات؟ برضو في التجربة بعد ما نجهز أدواتنا ونجهز كيماوياتنا نبدأ نعمل التجربة. انت مش جهزت الكيماويات وجهزت الأدوات، تعال اعمل التجربة بقى. لو انا هعمل عملي اقول لك كون الجهاز، يعني ركب الجهاز. انا هعملها نظري يبقى ارسم الجهاز بقى. عظيم. رسم الجهاز المستعمل، عارفين الجهاز شكله ايه؟ اهو شكله بسيط جدا جدا. ادا اللهب اللي هو لهب بنزل، وادا الحامل، وادا الماسك اللي حول الانبوبه، وادي انبوبه الاحتراق اللي بتتحمل الحراره، وادا سداده الفلين لونها بني، وادى الانبوب للتوصيل الملتويه، وادى الحوض اللي فيه ميه. هذا الحوض هو حوض، وده ميه، وده المخبار مقلوب. الحقيقه في حاجه تانية اسمها قعب، بيبقى زي اناء كده وفيه مخروم بحيث يقدر يدخل الانبوبه الملتويه داخل المخبار، والمخبار ده بيبقى مقلوب مليان ميه ومقلوب جوه الايه الحوض اللي فيه الميه. نقول تاني يعني مش محتاجه تاني بقى. لهب حامل، والحامل ده فيه ماسك اهو، وادى الانبوبه، رسمه سهل جدا يعني، وانبوبه الملتويه والحوض اللي فيه الميه والمخبار المقلوب، تمام جدا. الانبوبه فيها ايه بقى يا شباب؟ فيها اسيتات الصوديوم اللامائيه ومعاها الجير الصودي. واحد بيسأل بيقول الجير الصودي ده يعني اللي هو يطلع ايه؟ انت لسه جاي ولا ايه؟ الجير الصودي لسه قايلينه من شويه، اللي هو مين بقى يا علي؟ ها؟ اكسيد الكالسيوم وهيدروكسيد الصوديوم، برافو عليك. اللي هو ايه؟ الجير الحي والصودا الكاويه. عظيم. رسمنا الجهاز. نعمل ايه بقى؟ نجري التجربه بقى. اعمل التجربة، هتسخن ولا هتعمل ايه؟ هتسخن وانت حاطط مواد. اقول له بقى ايه؟ اخلط اخلط اسيتات الصوديوم اللامائية مع الجير الصودي في انبوبة الاحتراق. بحطهم في انبوبة الاحتراق، اخلطهم كويس. هو طبعا بيبقى في كميات يعني، لكن احنا مش هنحدد الكميات دلوقتي. يبقى انا عملت الخليط وجهزت وقفلت انبوبتي وفيها الانبوبه الملتويه وجهزت الجهاز بهذا الشكل. ابدا اعمل ايه بقى؟ اسخن هذا الخليط. سخن بقى الخليط بشده. بعد وانت بتسخن كده هتلاحظ في ابخره بدات تخرج، وهنشوفها دلوقتي. هجيب لكم الجهاز يورينا هذا الموضوع. في ابخره بدات تخرج، تدخل الانبوبه الملتويه، وبعدين تروح داخله على الماء ودخل على المخبار، وتلاقيها بقى باينه جدا فوق كده، وتلاقي الميه بتنزل لتحت والغاز يطلع فوق. يعني ايه؟ يعني الغاز اخف من الميه. لان غاز ميثان. يا غاز يا ابني غاز، ده درجه الغليان بتاعه بالنقص، يعني خفيف جدا جدا، فيبقى اخف من الميه بكتير جدا. طب اشمعنى بجمعه فوق الميه؟ يعني بيسموها بإزاحة الماء إلى أسفل، أو الإزاحة السفلية للماء. طبعا مش هقول أعلى لأنه هو أخف من الميه، لأنه طبعا لا يذوب في الماء ولا يتفاعل مع الماء. طب ينفع أعمله بالإزاحة مع الهواء؟ مستحيل. اوعى تفكر في هذا الأمر، لأنه بيشتعل في الهواء. يبقى اذا تاخد بالك من هذا الموضوع. المشاهدة بقى، يحل الميثان محل الماء في المخبار. تلاحظ كده ايه؟ الميثان خارج والمية عمالة تنزل لتحت. طبعا المية بتنزل لتحت معناها ايه يا جماعة؟
معناها الأبخرة اللي خارجة دي هي بتطلع بتحل محل الماء. عظيم. الاستنتاج بقى يجمع غاز الميثان بإزاحة الماء إلى أسفل لأنه أخف منه، لأن غاز الميثان أخف من المية. يبقى أنا استنتجت إن غاز الميثان بيجمع بإزاحة الماء إلى أسفل. عظيم. إيه اللي ناقص بقى؟ كتابة المعدل. ركز بقى كويس لأن الكلام ده مهم. إحنا القصة دي الإنشاء دي سهلة طبعا، احنا ارجو ان احنا ما نحفظش يعني، طبعا اعرف الطريقة وانا من دماغي اكتب، مش لازم بالنص كده، عبر عما فهمته بس تكون فاهم صح، مش فاهم اي حاجة يعني. اولا المعادلات اللي هنكتبها دي تعتبر تقريبا اول المعادلات الكيميائية اللي هنستخدمها في الكيمياء العضوية. احنا خدنا طبعا في الكشف عن الكربون والهيدروجين تفاعلات، بس هذه التفاعلات لها يعني قدر خاص واعتبار خاص لان احنا هنستخدمها كتير، فخد بالك منها كويس. تعال نفرجك، مش دي الاسيتات الصوديوم اللي احنا كنا لسه شايفينها من شويه؟ اه والله هي، وهو ده هيدروكسيد الصوديوم اللي احنا كنا شايفينه من شويه، دي اسيتات الصوديوم. وايه الاس دي؟ اس يعني صلبه يعني، وهيدروكسيد الصوديوم يعني صلب. الله، هو انا استخدم صلب ولا يا راجل؟ ده احنا بنقول تقطير وجاف، هو في ميه يبقى تقطير جاف، جاف يعني بأصهر، عمليه صهر، ولما اصهر ما بصهرش ميه، ما بصهرش ماده سائله يعني، فاذا لابد ان يكون صلب. وهيدروكسيد الصوديوم صلب. امال فين يا عم كالسيوم اكسيد الكالسيوم اللي هو الجيل الحي؟ مش احنا قلنا مخلوط؟ اه قلنا مخلوط فعلا، ممكن نعمل هنا شرطه كده ونكتب اكسيد الكالسيوم، ولكن تعمدنا ان احنا نعملها بطريقه ثانيه. عملناها ازاي؟ كتبنا اكسيد الكالسيوم على السهم والتسخين تحته، تسخين لازم علامه التسخين دي اوعى تنساها، لو طلب من اوعى تنسى، لو طلب منك كتابه المعادله دي اوعى تنسى لان دي هتنقص عليها. ولو ما كتبتش كالسيوم اكسيد الكالسيوم فوق كده وما كتبتوش خالص لا مع هيدروكسيد الصوديوم ولا على السهم يبقى هتنقص. ممكن تعمل خط كده مايل زي ما احنا شفنا في السلايد السابقه، ممكن اكتب كالسيوم اكسيد الكالسيوم جنبي، ولكن يفضل على السهم. ليه؟ لانه لا يدخل في التفاعل، ما احنا اتفقنا انه ما بيدخلش في التفاعل، امال مين اللي بيدخل في التفاعل؟ هيدروكسيد الصوديوم فقط. ماشي يا شباب؟ فهمنا ليه؟ فهمنا ليه حطينا على السهم؟ طب تعالى بقى نشوف ازاي التفاعل ده بيتم، واحدة واحدة كده وركز كويس. احنا قلنا ان الحمض الخليك اللي هو دلوقتي تكون منه اسيتات الصوديوم، بقى الصوديوم مكان الهيدروجين. عظيم قوي. ايه اللي هيتفاعل هنا يا شباب؟ لو الصوديوم اللي هي في هيدروكسيد الصوديوم دي مع الأو ومع الصوديوم اللي في حمض الخليك والسي او او وتجمعوا مع بعض ازاي؟ بالشكل ده كده، سي او او ان اي من جزء اسيتات الصوديوم وجزء ان اي او من هيدروكسيد الصوديوم، اجمعهم مع بعض كده. هتجمع ايه؟ اجمع يا حبيبي ان اي وان اي بكام؟ هيقول لي 2 ان اي، لا مش 2 ان اي، اسمها ان اي 2. طيب وكم اكسجين؟ 3، يبقى سي او 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 3، وفي كربونه يبقى سي او 3. مين ده رمزه؟ ان اي 2 اس سي او 3 اهو. مين ده؟ كربونات الصوديوم. تقول تاني؟ نقول تاني. الان اي من الان اي او من هيدروكسيد الصوديوم بتاخد السي او او ان اي من اسيتات الصوديوم اللامائيه واجمعهم مع بعض ان اي وان اي بقى وان اي 2، والسي بقت كربونه واحده، ادي الكربونه، وكانت 3 ذرات اكسجين، ادي 3 ذرات اكسجين، يبقى ان اي 2 سي او 3 دي هي كربونات الصوديوم. بقى ايه يا شباب؟ هيدروجين بتاع هيدروكسيد الصوديوم مع سي اتش 3. ايوه برافو عليك،
اللي هو بعد سي اتش 4 اللي هو غاز الميثان. عرفنا ازاي التفاعل تم ده، ما تنساوش. نكمله. اكسيد الكالسيوم ده على السهم، شوف على السهم عاملينه على السهم ليه؟ لانه يقلل من درجه انصهار الخليط ولا يدخل في التفاعل. ليه حاطينه على السهم؟ عشان اميزه. انا قلت لك ممكن اكتبه مع خط مائل جنب هيدروكسيد الصوديوم. سوليد هو سوليد يعني صلب، يعني هو صلب. طب العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها تقطير الجاف لاسيتات الصوديوم اللامائي. بعمل تقطير جاف. يبقى غاز الميثان بيحضر من مين؟ من تقطير الجاف لايه؟ لاسيتات الصوديوم. العمليه دي اسمها تقطير الجاف. والتفاعل ده اللي حصل ده اسمه ايه؟ انا بس هذكرك بحاجه مهمه قوي. هرجع بس سنه صغيره كده سريعا واوريك حاجه مهمه علشان بس تقول لي ايه الموضوع ده. ايه؟ حمض الخليك. طب ايه رايكم لو شلنا السي او 2 دي؟ شلناها خالص، يبقى الباقي يبقى سي اتش 4. برافو عليك. العمليه دي ان انا اشيل سي او 2 اسمها إزالة مجموعة الكربوكسيل. التفاعل ده احنا قلنا بقى العملية اسمها التقطير الجاف، والتفاعل نفسه اسمه إزالة مجموعة الكربوكسيل. أنا زلت مجموعة الكربوكسيل، شلتها. لما شلت مجموعة الكربوكسيل حصلت على الميثان. يبقى العملية اسمها التقطير الجاف لأسيتات الصوديوم، والتفاعل اسمه تفاعل إزالة مجموعة الكربوكسيل. هو ده بقى الجهاز بدأ يشتغل اهو. شوف بقى انا بسخن اهو، تسخين شغال وفي غاز خارج اهو، غاز خارج اهو تسخينه، بدأ الغاز يخرج. خلي بالك اسمها بقى دي كربوكسيليشن رياكشن، إزالة مجموعة الكربوكسيل. شوف الغاز اللي خارج فين، وبدأ يطلع ويحل محل المية اهو، يطلع فوق والمية تنزل لتحت. يبقى اذا كده انا حصلت على غاز الميثان بجهاز بسيط بالشكل ده، هو اللي احنا شفناه في الصفحة الباقية. تعالوا بقى نشوف بعض الأسئلة اللي قد تكون تحت الميكروسكوب بعد ما شفنا تحضير الميثان. بيقول لي يستخدم الجير الصودي بدلا من الصودا الكاوية. هو في فرق بين الجير الصودي والصودا الكاوية؟ طبعا. الجير الصودي ده خليط من مادتين، ارجع تاني، اللي هو الجير الحي مع الصودا الكاوي. فأنا بستخدم جير صودي خليط من أكسيد الكالسيوم والصودا وهيدروكسيد الصوديوم اللي هو الصودا الكاوي. بيقول يستخدم الجير الصودي بدلا من الصودا الكاوية مع أسيتات الصوديوم اللامائية لتحضير الميثان في المعمل. ليه؟ حد عارف ليه؟ طبعا. لا تستخدم الصودا الكاوية فقط مع أسيتات الصوديوم اللامائية لتحضير الميثان في المعمل. يعني السؤال واحد، بالطريقة دي أو بالطريقة دي، يا إما الصودا الكاوية بتستخدم فقط، لا تستخدم فقط، يعني معنى كده بتستخدم مع أكسيد الكالسيوم، أو أقول لك السؤال بهذا الشكل أو بهذا الشكل. طب الإجابة إيه؟ لأن الجير الصودي خليط من الصودا الكاوية والجير الحي. والجير الحي هو بيعمل ايه؟ الاخير بقى اللي هو مين؟ اللي هو اكسيد الكالسيوم، بيساعد على خفض درجه انصهار الخليط ولا يدخل في التفاعل. تمام. علل يجمع غاز الميثان بازاحه الماء الى اسفل ولا يجمع بازاحه الهواء. الكلام اللي احنا كنا بنقوله من شويه. لان الميثان اخف من الماء ولا يذوب فيه. ما يتفاعلش معاه ولا بيذوب في الماء. ولكنه يتفاعل مع الهواء ويحترق فيه. وضح بتجربة طريقة تحضير الميثان في المعمل مع رسم الجهاز المستخدم وكتابة معادلة التفاعل. يا رب نكون وفقنا في توصيل المعلومات، وأراكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم مع الخواص الفيزيائية للألكانات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.